السلام عليكم، عليكم السلام، كيف شلونك؟ حالك؟ الحمد لله. 5 دقائق ان شاء الله من اقوى الاحكام في التيك توك. يعني مع مين تحكي؟ ما في احد في القصة الثاني الا انت. ما مع مين فهمت ايش تحكي معنات الخفيف؟ النظرات هذه. يا ايش؟ إيه الجميل، مع مين تحكي؟ لا، سمعت كلمة ثانية. رشيق يعني، خفيف، خفيف ظل قصدك، ممكن كذا. خفيف الظل والرشاقة، الله يعني أنت يسعدك، الله يسعدك، هيلتي. الله يسعدك. لا، إذا على الخفة شكلها الخصلة مطيرها الهوا من خفة اللي نزلت عندك، ممكن إذا هي على الخفة قصدك. الله ونعم. ما عليك زود، الله يسعدك، ما عليك زود. من وين صديقي؟ من قلب المملكة الرياض. ونعم. ما عليك زود، الله شو يسعدك. هواياتك؟ شو السباحة، السباحة. متأكد الله الله، تسبح؟ متأكد ولا السباحة إنك تروح للدش تسبح؟ لا، مسجل في نادي الحمد لله لي شهرين، اموري طيبة يعني. لك شهرين، الله الله، ما شاء الله. صحيح. أنت ناوي تتخرج تخرج من وين؟ من المسبح، من السباحة، لا، هي مي بشهادة، نشوفك مي كذا بثانوية سمكة هي. كبيرة، نشوفك كذا يعني باليلينا كذا، ما شاء الله عليك، نشوفك حوت أزرق. لا، الواحد يتمنى. انت عاد شيء راجع لكم اذا تمنيتوا تصيرون يعني شيء ثاني، بس الواحد يعني الحمد ربنا اللي ادم، الحمد لله. وش تراك طموحك في في نعمة الحياة؟ يعني، ممكن تمنيت تصير أمزح. امري ايش؟ أنت امري ايش؟ إذا راحت تدبق والأسمعت اسمع. ايه، أنت شو طموحك مشاوي؟ داخل الرافدين دي، داخل مطعم مشاري. الله يسعدك، مشاري، إيش اسمك؟ مشاري مشاوي. من وين طلعت هذه؟ جوعانة شكلك. مشاري، ايه، مشاري. تخيل اني كل مرة وانا اشوفك اعاملك معاملة يعني احسبك مشاوي، يعني احسبك اسمك لا مشاوي. ما لا، شاء الله، مشاري الدبل يا جماعة، الله يسعدكم. الدبل ترى الأحكام صلخ من جولة إن شاء الله. يلا ان شاء الله يا جماعة كبسوا، ما عليكم. الدبل من قال لك مين؟ انا قلبي حزين. مين قال لك مين؟ ما ي... انت ما تعب... ما تحب المزح، ما تحب الضحك، ما تحب... نفسية يعني انت؟ لا، الحمد لله. والله كلهم يقولوا لي نفسية، اقسم بالله نفسية والله يقولوا لي هذا نفسية، ما تمزحين معه. ليش؟ يعني. شوفي شوفي، ترى طبيعي ان الواحد اللي ما يعرفك يعني يحكم عليك، وهذا مصيبة. ترى الواحد لما ما يعرفك يحكم عليك، كارثة، هذه كارثة مطمة يعني صراحة. أنا يا كم شخص كبرته بعيني ورد صغير يعني، ويا كم حلم تطويع الليالي اللي دارت. اسمع، مش اسمع، مش مش بطنا العود لين ما عاد وقف ان شاء الله باذن الله. سيكو شوية، ماش كبر شرفك واسمك مشوشة. شو يعني خضران؟ شادي خضران، لا تكون سباب. الله يهديك، سباب؟ بس نتوقع الغلط يجي من غيرك، لكن منك انت مصيبة صراحة. أحلف سباب الله يهديك، بذمتك يا جماعة، هذه الله سباق يهديك. ما بالله عليك، ما حليكم. ما تقصد يا جماعة، ما تقصد. لا حول يا أختي، تسلم. أختي الله يهديك. الحمد لله مسلمين من زمان، يا الله من فضلك، الحمد لله. لكن ما عليه، ما عليه، لعلها غلطت يا جماعة، والغلط وارد، الغلط وارد يقولوا وحاصل لي يعني لا مو سبة، يقولوا لي لا مو سبة. شو يعني أبو خضران؟ تبيع خضار يعني ولا شو اوف اوف يعني؟ اوف 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 اوف. يا جماعة، ربنا جماعة وربك، الله ربنا وربك، الله. لا لحظة، حول ترى ولا قوة والله إلا مو بالله. تجيبون في العيد، ليه أنا طيب؟ ليه أنا؟ بتقصيكم دقيقة ترى. دقيقة 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 يا أختي، الله لحظة، يسعدك يا أختي، الله يسعدك، الله يسعدك يا أختي، الله يسعدك. أنا قلت شو شيء؟ قلت؟ أنا جيت غلطت عليك، الله يسعدك يا أختي. ما غلطت عليك أنت، الله وجهك يهديك، هذا ليش تغلطيني يا أخي؟ ليش تغلط؟ ما إيش اللي أبو غلطت خضران؟ إيش عليك. الكلام هذا يا أخي؟ شكله اكتبوني البث مسجل هو؟ إيش الغلط هذا يا أخي؟ والله العظيم ما يصلح. الواحد يعترف نفسه.
يحترم نفسه اذا ما احترمت الطرف الاخر معك في القسط. تعالي تعالي اهم شيء تعاون حب الوطن واهم شيء الاخلاق. الاحكام الله يطول عمرك. الحكم الاول على جولتين. لا لا الله يسعدك جوله واحده. الله يسعدك جوله واحده على جولتين. ترى ما كنت متوقعة انه بنلعب. تكتبين عندك في الباي لمدة يوم بدون كاب ازرق. ايش اكتب؟ تكتبين في البايو عندك لمدة يوم واحد بدون كاب ازرق. اكتب هذه الجملة يعني ولا؟ لا تكتبين انا السمكة ام البيضان. ام ايش؟ ام البيضان. بيض راسك. شو بيضة؟ شو البيضان هذا؟ بس على وجهك. الله يسعدك احكام وفي ناس داعمين. ام البيضان الله يسعدك. شو هذه الاحكام البيض؟ تكتبين ام البيضان. من هذه؟ تقول لكم شوي. انت تقولين ابو خضران. انت قلت ابو خضران. تفضل اكتب ام البيضان. طيب انت شو يعني ام خضران عشان اعرف ام بيضان؟ هذه في اطار الاكل يعني. الحكم الثاني شيلين العدسات اللي انت حاطتها. جحفلة. جحفلة. وليش حطتها من البداية يعني؟ دامها كذا على طول طلعت. عشان اجحفلك. يا خلاص هديكم اللي في الكومنت. قلت لكم لازم الواحد يفكر في حكم زي الناس. بيتك استخرت. تمام الله يسعدك بالتوفيق. الله يحفظك نورتنا. تعال دايما على احكامك الخايسه هذه.